هذا هو مفهوم المقاومة. نحن أبناء المقاومة. من الذي يزاودنا على المقاومة؟ ومن الذي يملك تاريخا أطول من تاريخ العراقيين في المقاومة ومواجهة الدكتاتورية؟ من؟ نحن أبناء الصدر. الصدر الذي صمم على الشهادة وقال أقدم نفسي شهيدا وهذا آخر خطابي معكم. نحن أبناء عبد العزيز البدري الذي قطعه أوصالا صدام. نحن أبناء هؤلاء. نحن نمشي بطريق ونعي جيدا الخطورة التي ألمت بنا. هناك هنا صدح أول صوت عراقي في أروقة جامعة الدول العربية ليشعل في بعض النفوس المحسوبة على العرب قلقا لا ينتهي يطوف إلى السطح كلما اعتلى الجعفري صهوة المنصة، وما أن يبدأ بالحديث حتى تجد ترقبا غير طبيعيا من الداخل العراقي والخارج كذلك، كان نتاجا واضحا لتلك الكلمة عام 2005. ونحن إخوانكم هنا، جئت إلى هنا ووددت أن تتحرك العملية ويكون إخواننا بكامل أفراد العائلة العربية معنا في الشارع العراقي، وقلت لهم انصفونا فيما لنا وانصفونا فيما بعد بما علينا، انصفونا. سنوات كثيرة مرت وبقيت هذه الكلمة مدوية في آذان من أثرت فيهم من المؤيدين والرافضين على حد سواء، لما حملته من حقيقة امتزجت بعاطفة شعب تكالبت عليه التدخلات الخارجية، وفي موقف وكلمة أخرى داخل الجامعة العربية وضع الجعفري الحاضرين أمام حقيقة لم يحاول يوما الإيمان بها، ليذكرهم بأن العراق يحارب الإرهاب دفاعا عن نفسه وعن جميع الدول العربية. نواجه حرب على جبهتين، جبهة الداخلية نقاتل أصالة عن أعراضنا وكرامتنا وثروتنا وسيادتنا وعن كل أبنائنا، وحرب نيابة عنكم جميعا من دون استثناء، لأن كل بلدانكم مهددة بالإرهاب. ضرب دول في العمق الديمقراطي في كندا وفي فرنسا وفي السويد وفي مختلف مناطق العالم ضربها الإرهاب، كل الدول مهددة بالإرهاب. وقلنا لهم منذ 2004 صدحت بخطاب وقلت لهم الإرهاب لا دين له ولا وطن له، ها هو اليوم ينشر ظله في كل دول العالم. وأقول لكم سمى نفسه الإسلام والإسلام منه براء، سرعان ما سينتشر في أمم أخرى. وبعد أن أقدمت تركيا على انتهاك الأراضي العراقية وإدخال جزء من قواتها إلى الموصل، سارع الجعفري ببدء حراك دبلوماسي واسع ضد هذا الانتهاك. كانت إحدى خطواته طلب جلسة خاصة لجامعة الدول العربية أكد خلالها رفض العراق القاطع لهتك سيادته من قبل أي دولة في العالم. أرجو أن يفهم هؤلاء الأخوة، نحن لازلنا حريصين على إبقاء العلاقة طيبة مع الدول الجوار جميعا ومن ضمنها الجمهورية التركية، لكن ذلك لم ولن يعني أننا نتسامح بهتك سيادتنا دونها خرط القتاد، هذا أمر لا مفر به. شعبنا يقاتل وسيقاتل وسيواصل ضد داعش بكل فصائله بكل الخلفيات، مختلف الديانات مختلف المذاهب مختلف القوميات مختلف المناطق العراقية، شيء واحد اسمه الدفاع عن سيادة العراق ضد داعش. يعلم الجميع بأن هذه المحطة لن تكون المحطة الأخيرة لصوت الجعفري، فهناك إيمان بضرورة استمرار هذا الصوت بالارتفاع للحاجة الماسة إليه في وقت تناغمت فيه الكثير من الأصوات التي تدعي الوطنية مع ميول خارجية مشبوهة.